كتب أحد العباد إلى الإمام مالك ينتقد الإمام مالك بأنه ليس بكثير صيام النافلة، فرد عليه الإمام مالك وقال إن الله قد قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، وإن الله يفتح على الإنسان في باب ولا يفتح عليه في باب آخر، فمن الناس من فتح له في باب الصلاة تجد دائما يكثر من الصلاة، ومن الناس من فتح له في باب الصيام مكثر من صيام النافلة، هناك من يصوم يوم ويفطر يوم، وهناك من يفتح له في باب الصدقة كثير البذل والإنفاق والصدقات. وذكر أبوابا من الخير، قال ومن الناس من يفتح له في باب نشر العلم وتعليمه، وأنا قد فتح لي في باب نشر العلم وتعليمه، وما أنا فيه بأقل مما أنت فيه، وكلانا على بر وخير. وعلق بعض أهل العلم قال بل ما فيه الإمام مالك خير ما فيه هذا العابد، لأن نشر العلم وتعليمه نفعه متعدد، بينما صيام النافلة نفعه قاصر على صاحبه. فالمسألة يا أخوان هي مسألة فتوحات، فإذا فتح لك في باب اغتنم هذا الباب واحرص عليه. فهناك مثلا من الإخوة من فتح له في باب الصلاة على الجنائز، دائما يأتي لهذا الجامع الظهر والعصر لكي يصلي على الجنائز، هذا باب خير عظيم، اغتنم هذا الباب واحمد الله أن وفقك لهذا الخير واستمر عليه، لأنك تحصل على قيراط، على كل جنازة تصليها تصلي عليها، على كل جنازة تصلي عليها تحصل على قيراط، والقيراط مثل الجبل، مثل جبل أحد حسنات. فمثلا بعد صلاة العصر صلينا على 6 جنائز، يرجى أن جميع من صلى يحصل على 6 قراريط، كل قيراط مثل جبل أحد، هذا أجر عظيم على عمل يسير. ومن الناس من يفتح له في باب الصلاة، يكثر من الصلاة دائما، من بعد صلاة العشاء يصلي ويصلي ويقوم من الليل ويصلي صلاة الضحى، وتجد أنه كثير الصلاة، هذا باب خير عظيم، وهي أحب العمل إلى الله تعالى. من الناس من يفتح له في باب صيام النوافل، وهذا أيضا من أبواب الخير العظيمة، فهي فتوحات